ألف مبروك حارسنا الدولي الكبير محمد الشناوي، أحسن لاعب في أفريقيا، أحسن لاعب في أفريقيا. الناس بقى اللي بتتكلم الشناوي معرفش إيه والشناوي إيه، وأصله مش في حتة تانية ولا في حتة تالتة، لا لا، ده واضح إن الحتة التانية هي اللي في الشناوي. الشناوي دلوقتي يتعرض للعلة، ولكنه سوف يتعافى، لأن كل ما أخطاء الشناوي بيسموها في التنس في تعبير جميل جدا، unnecessary mistake، خطأ غير مطلوب، غير مبرر، غير متوقع، وغير مبرر، حتى اسمه سيلي ميستيك، وغير يعني مفصل. فما يحدث من الشناوي ليس أخطاء مستوى، ولكن أخطاء شرود، أخطاء لحظة، أخطاء ظرف، أخطاء موقف، اتكرر مرتين ثلاثة للأسف في ماتشات حاسمة فشعر بها الناس. ولكن الشناوي لا، الشناوي إمكاناته وقدراته وعطاؤه وأداؤه اداله احسن، مش احسن حارس مرمى، احسن لاعب داخل القاره. داخل القاره ده كان الاستفتاء او الحفل اللي اقامه الاتحاد الافريقي في المغرب، وحصل من خلاله النجم المصري والحارس الدولي الكبير محمد الشناوي على لقب افضل لاعب داخل القاره عن موسم او عام 2022. الحفل كان الخميس الماضي في مدينه كازابلانكا المغربيه، حضر عن النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي. الجائزه دي يا جماعه محدش كسبها من اللاعبين المصريين عن داخل القارة إلا ثلاثة من لاعبي النادي الأهلي أيضا، الكابتن محمد أبو تريكة والكابتن محمد بركات والصقر أحمد حسن. الاتحاد الأفريقي في هذا الفيديو هنشوف مراسم اختيار الشناوي أحسن لاعب في أفريقيا. بس عايز أنوه لحاجة، أن هناك جائزة فاز بها الكابتن الخطيب كان في مجمل عن أفريقيا داخل وخارج القارة، دي كانت وقتها الجائزه للفرنسا فوتبول قبل ما يتم توحيدها مع الكاف. محدش برضه غير لاعب الاهلي الكابتن محمود الخطيب، ودي الجائزه الكبيره اللي تم تعميمها ما بين الداخل والخارج، ما كانش وقتها في فصل، لكن من اول ما تم الفصل بين المحترفين في الخارج، المحترفين في الخارج خدها هذا العام ساديو ماني، لكن مع ابو تريكا وبركات واحمد حسن دول داخل القاره، رابعهم محمد الشناوي. نشوف محمد الشناوي. محمد الشناوي. محمد الشناوي. هو الفائز، حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الأهلي من القاهرة. نهنئ الشناوي، أدعكم مع هذه الرسالة من محمد الشناوي. أتمنى لكم ليلة سعيدة، كنت أتمنى التواجد معكم الليلة في هذا الحفل الكبير وفي بلد الثانية المغرب وبين أشقائنا الأفارقة، لكن ارتبطنا بمرارة رسمية هذه الليلة مع النادي الأهلي وحرمنا من شرف التواجد بينكما. أحب أن أوجه الشكر للكاف ورئيس مدسيبي على مجهوداتهم الكبيرة في الكرة الأفريقية، وأيضا لكل الفرق المنافسة على ما بذلوه من جهد في البطولة، وبرضو بوجه التحية طبعا لإدارة النادي الأهلي وزملائي في الفرقه وجمهور دايما على طول في ظهرنا، ودايما لهم الافضل دايما، وان على طول فخورين ان هم بيشجعونا، وكنت فخور ان انا اكون متواجد في هذه القائمه النهائيه للافضل لاعب في مسابقات الانديه الافريقيه، واتمنى لكم التوفيق جميعا وليله سعيده لكم جميعا. مبروك للكابتن شناوي، وانا متاكد ان الكابتن شناوي هينظر الى حاله فيدفعه الم الخطا إلى علاجه، وهنشوف الكابتن الشناوي أحسن لاعب في القارة. ولكن عايز بس أقول حاجة، هو نادي الأهلي مش من عدة شهور قليلة كان بيلعب في كأس العالم للأندية بصفته بطل أفريقيا، وكسب سوبر وطلع ثالث العالم ووصل فاينل، يلعبوا في ظروف اعترف الاتحاد الإفريقي أنها لم تكن عادلة وعدل المسابقة ويكاد يكون اعتزل النادي الأهلي، كيف لا يفوز النادي الأهلي بلقب أفضل نادي في القارة؟ هو استمرار للمجاملة الفجة اللي مش عارفين هتنتهي إمتى.